جرى بنت معايا من غير كتر كلام انجري. ابعد عني، انت مدبيني ليه من ساعه ما جيت البلد؟ يا بيت يا بيت، ده انا هنضفك وهيئك واكلك الشات بدل الشغل المتسولين اللي انت فيه دوت. قلت لك مش همشي في سكه الحرامي يا مجاهد حتى لو ذبحتني. وعمال الشريف يا بنت الكلب وحياه امك. بعدتك عنها لو جلدتك. شوف مصلحتك يا بلدينا واتكل على الله من هنا. اشوف مصلحتي كيف وانت نازل ضرب في البيت ليه؟ بقول لك ايه، ابعد من هنا بدل ما شرحك. انا بقول لك اهو سيبه يستطلحت والنبي ده شراني. ابعد عنه الله يخليك. ابعد عنه كيف؟ يبقى لك ايه دي؟ انا ما اعرفوش، ده قاتلني من ساعه ما جيت اسكندريه. وعايز منك ايه؟ انت مال اهلك؟ انت هتعملي فيها شهر مطر التجار وانت بنت بتقعد تجي لك جري من هنا يا بنت. يا بعد بعت، عايز من عين؟ مش عايز منها حاجة، بس سيبني. مش هسيبك، انطق لنصر رجبتك. عايز نمشي في سكة الحرام يا سي طلع، وانا واخدة عهد على نفسي اني ما اكلش لقمة الا بشرفي.